الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم، وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير حلم ورؤية المناديل الورقية في المنام للإمام العلامة محمد ابن سيرين طيب الله ثراه. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. يقول الإمام ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن رؤية المناديل الورقية في الحلم يعني أن الرأي سيجني الكثير من المكاسب من تجارته. إذا رأى الحالم المناديل متسخة في منامه فتلك الرؤية تدل على سوء حظ الرأي في الحياة، والله أعلى وأعلم. ترمز رؤية المناديل النظيفة في المنام أن الرأي سوف يتزوج قريبا من فتاة صالحة محبوبة من الجميع بإذن الله. رؤية الفتاة العزباء المناديل المعطرة في منامها أنها سوف تحقق جميع أهدافها التي كانت تسعى إلى تحقيقها. إذا رأى الشخص في منامه المحارم القماش، يعني القماش البيضاء، فتلك الرؤية تدل على قدوم الخير والرزق الواسع والمال الوفير. أما في حالة رؤية المحارم السوداء في الحلم فهذه الرؤية تعني أن الرأي سوف يتعرض لأزمة مادية كبيرة. تعتبر مشاهدة القماش في منام الرأي أنه سوف يسمع أخبار سارة خلال الفترة المقبلة، والعلم عند الله. رؤية النائم ورق المحارم في منامه تشير للتغيرات الإيجابية التي سوف تحدث في حياته الفترة القادمة. إذا رأت الفتاة العزباء بواكيت الفاين في منامها فتلك الرؤية تشير لقدوم الخير والرزق الواسع والمال الوفير بإذن الله. رؤية المرأة علبة المناديل في الحلم تدل على السعادة التي سوف تحظى بها تلك الفتاة بإذن الله. يرى ابن سيرين أن رؤية المناديل في المنام العزباء تعني أنها سوف يتم خطبتها في القريب العاجل من شاب صالح. في حال رؤية الفتاة العزباء باكت المناديل فهذه الرؤية محمودة وتشير لزواجها في القريب العاجل. رؤية إعطاء المناديل في منام المتزوجة يدل على أخلاقها الفاضلة وسمعتها الطيبة والحسنة بين الناس. أما في حالة أنها رأت نفسها تعطي لشخص منديل فتلك الرؤية تدل على الكرم والجاه والسلطة الذي تتمتع بهما. ترمز رؤية إعطاء المنديل في الحلم على أنها زوجة صالحة يحترمها زوجها ويقدرها بدرجة كبيرة، والعلم عند الله. إذا رأت المتزوجة أنها تعطي شخصا منديل في منامه فهذه الرؤية محمودة وتشير بقدوم الخير والرزق. رؤية المرأة الحاملة المنديل الورقي في الحلم فتلك الرؤية تدل على الولادة الطبيعية الميسرة بإذن الله. أما إذا رأت أنها شاهدت مناديل معطرة في منامها فهذه الرؤية تدل على أنها سوف تنجب طفلا معافى بإذن الله. تدل رؤية المناديل البيضاء في منامها على اقتراب موعد ولادتها وأنها سوف ترزق بذرية صالحة بأمر الله. المناديل الورقية في منام الحامل تشير إلى السعادة الزوجية والاستقرار الأسري والنجاح والتفوق في حياتها. إذا شاهد الحالم أنه يقوم بإعطاء المتوفى منديل أبيض في الحلم فهذه الرؤية ترمز لتغيير أحوالها للأفضل، والله أعلم. أما في حال أنه رأى الميت يعطيه منديل لونه أبيض في المنام فتدل الرؤية تعني أنه سوف يسمع أخبار سعيدة. رؤية إعطاء المتوفى منديل أبيض في المنام الرأي تدل على الهموم والأحزان التي ربما تصيب الرأي قريبا. أشار الإمام ابن سيرين أن رؤية إعطاء الميت عموما تشير للمعاني الجيدة التي يمتلكها الرأي، والعلم عند الله. مشاهدة المنديل متسخ في المنام فتلك الرؤية تشير إلى الفشل والخير والخير والله أعلى وأعلم. يقول الإمام ابن شاهين إن رؤية منديل قطن تعني أن الرأي سوف يحصل على مال وفير من تجارة غير مشروعة. يرى الإمام ابن سيرين أن حلم المنديل في المنام يرمز للخادم الذي
الذي سوف يهيبه الله للرائي يساعده في كافة أمور حياته. رؤية المنديل الورق الملون في منام الرائي، فهذا يشير إلى العلاقات العاطفية الغير ناجحة والذي ستنتهي بالفشل. رؤية النائم أنه يخرج المنديل من أنفه في المنام تدل على الأفراح والمناسبات والأخبار السارة للرائي. إذا رأى الحالم أنه يقوم باستخدام المنديل حتى يخرج المخاط من أنفه، فتلك الرؤية تدل على الفرج القريب بإذن الله. قد ترمز هذه الرؤية في منام الرائي أنه سوف يستطيع تسديد جميع ديونه خلال الفترة المقبلة بإذن الله تعالى. لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا قراءة وردا يوميا من كتاب الله. يكفي أن أهل القرآن الكريم هم أهل الله وخصته، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى الذي يحفظ القرآن الكريم هو من أهل الله وخصيته. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني أن ربنا لأهل، وأهل ربنا هم أهل القرآن الكريم، وربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم على جميع الناس. يكفي يا أخوانا أن ختمة القرآن الكريم بتسوي 3 مليون حسنة. يكفي أن الجزء الواحد من كتاب الله عز وجل 100,000 حسنة. يعني الواحد لو قعد كده ساعة ساعة إلا ربع قرأ له جزء بتدبر، ربنا سبحانه وتعالى يكتب له 100,000 حسنة. تخيلوا أنتوا الفضل ده. والقرآن الكريم 30 جزء، يعني إذا اللي يقرأ ال 30 جزء يبقى ربنا سبحانه وتعالى كتب له 3 مليون حسنة. تخيلوا بقى الواحد لو ربنا كده عانه قدر يختمه كل شهر أو 40 يوم، المهم يزيدش عن 40 يوم، عشان من السنة النبوية إن الواحد يختم القرآن الكريم ما يقلش عن 3 أيام وما يزيدش عن 40 يوم. تخيلوا بقى أما ربنا يكتب للإنسان 3 مليون حسنة، ولكن هذا في حالة واحدة إذا تقبل الله عز وجل، والله عز وجل لا يتقبل إلا من المتقين الصادقين. جعلني الله وإياكم منهم بمنه وفضله وكرمه. وأيضا اللي يقرأ سورة الملك كل يوم ليلا، والليل بيبدأ من بعد أذان المغرب مباشرة، يعني الواحد يصلي المغرب ويجي يبقى كده الليل، اللي يقرأ سورة الملك ليلا الله عز وجل ينجيه من عذاب القبر. أسأل الله أن ينجينا وإياكم من كل سوء ومكروه في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والأشياء برضو التي تنجي الإنسان من عذاب الله في القبر هي قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم. ففي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه: الذي يحافظ على آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة لن يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. يعني الموت هو اللي بيحيل بين الإنسان وبين جنة الله عز وجل، دل اللي بحافظ على آية الكرسي. متنسوناش بلايك وشير والاشتراك في القناة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.